بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين، وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. من قناة القرآن الكريم، خامسة التلفزيون الجزائري. أحبتي في الله، أينما كنتم، تحية مسائية مفعمة بالسلام والأمن، نبعثها لكم من برنامج مفاتيح، ونواصل دائما وإياكم طرح المواضيع التي تهمكم، ومن أجل أن نحيا حياة طيبة متكاملة، ولا تكون الحياة طيبة متكاملة دون تاريخ ودون هوية. ومن الأمور التي تحفظ الهوية وتحفظ التاريخ مشاهدينا الأفاضل المخطوطات التي لها باع وتاريخ طويل في الجزائر، في كل مكان، في المكتبات وفي الزوايا وفي الكتاتيب وفي المساجد. هذه المخطوطات التي لها أكثر من دلالة، وسالت الكثير من الحبر حول جرد المخطوطات، التحقيق من هذه المخطوطات وتاريخ هذه المخطوطات، وماذا تضيف هذه المخطوطات للذاكرة الوطنية. اليوم مشاهدينا الأفاضل نحاول أن نضع إن شاء الله أن نفيدكم ونستفيد من خلال البرنامج، نضعكم في صورة أهمية المخطوط، تعريف المخطوط، وكيف نحافظ على هذه المخطوطات، وهل هناك مخطوطات جديدة تظهر يمدنا بها علماء التاريخ وكذلك علماء الآثار. هي أسئلة إن شاء الله سنصول ونجول من خلالها في برنامج مفاتيح هذه الأمسية المباركة، ولكم أن تشاركوا معنا بطبيعة الحال عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى. ويشرف البرنامج هذه الأمسية مشاهدينا الأفاضل باستضافة أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن يطو بن يطو من جامعة البليدة، مختص في الشريعة. أهلا ومرحبا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في تناول هذا الموضوع. اللهم أمين يا رب العالمين. كما أسعد كثيرا وكثيرا باستضافة أستاذنا الفاضل الدكتور مسعود يخلف. أهلا ومرحبا الأستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. إن شاء الله جزء الحصة يعني نستفيد منها ونفيد بإذن الله تعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ مسعود يخلف، أستاذ الشريعة وكذلك رئيس جمعية المعارف الجزائرية. نعم. أهلا ومرحبا. مرحبا أستاذي بكم. الفاضل. شكرا. بداية أستاذ عبد الرحمن بن يطو، حتى نضع المشاهد في الصورة، كثير من نسمع عن المخطوطات، نتكلم كثيرا عن التاريخ والأمور المتعلقة بالتاريخ، خاصة إذا تحدثنا عن الشواهد المادية، نتحدث كثيرا عن البنيان، نتحدث كثيرا عن المعمار، ولكن المخطوطات كثير أحيانا نغفل الجانب المخطوطات. لو نضع المشاهد في صورة المخطوط، ماذا يمثل المخطوط؟ هل يعني أوراق كتب عليها بحبر، كتب عليها ما هو المخطوط؟ هو في تعريف المخطوط يراد به كل ما كتب يعني عن طريق الخط، ويوازي ذلك يعني المطبوع، لأن الطباعة تأخر ظهورها، فعملية تنسب طباعة إلى غوتنبرغ الذي اخترع آلة الطباعة في حوالي تقريبا 1540 ميلادية، ثم انتشرت الطباعة. إذن فكل ما يكتب باليد فهو يعد مخطوط، حتى كتابات الناس اليوم إذا مر عليها حقبة زمنية فهي أيضا تعد من المخطوطات. تمام، يعني هذا في التأصيل الدلالي والمعرفي لكلمة مخطوط، ولهذا الله عز وجل قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا له تأصيل في القرآن. نعم، له تأصيل أكيد، لأنه الله سبحانه وتعالى لما نفى الكتاب عن النبي تشريفا له حتى لا يتهم بأن هذا القرآن قد كتبه وألفه، فكان في شرفه أميا لا يقرأ ولا يكتب، هذا فيه من الدلالة على كونه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. لأنه بالمختصر المفيد، لا أظن أن عالما في هذا الزمان يمكن أن يأتي بما هو موجود في المصحف طيلة 23 سنة، رغم شواغل النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة وفي الإرشاد والتوجيه. فالعلم المحتوى في القرآن الكريم هو علم واسع. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. و شروح القرآن الكريم هي كثيرة، ولا يزال الناس يعني يتعانون بشرح القرآن وتفسيره واستنباط معانيه. القرآن الكريم أو الإسلام كدين
إذا القرآن الكريم هو مخطوط؟ لا، هو القرآن الكريم في الإسلام في حد ذاته جاء بمبدأ القراءة والكتابة، والقراءة لا يمكن أن تكون قراءة إلا إذا وجد الخط، وجدت الكتابة، التلقي الشفهي هو موجود، ولكن المعلومة قد تضيع. فمن أحد فوائد الخط هو تقييد العلم، تقييد العلم. ولهذا الآية الأولى التي نزلت بقول الله عز وجل اقرأ، القراءة مأمور بها، وما يتم الواجب به فهو واجب. من لوازم القراءة وجود الكتابة والقلم والورق إلى آخره. وفي آية أخرى قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، فهنا الله عز وجل أقسم بالقلم وما يسطرون، وما يسطره الناس هي أعداد هائلة لا يمكن احتواؤها ولا قياسها. كم يكتب الناس في حياتهم وفي أيامهم؟ ملايين الكتابات. نعم. موجودة. فهذه المخطوطات، كل ما يكتب الناس تدخل في دائرة المخطوطات أستاذ؟ لا، ليس كل ما يكتب الناس. أنا أريد هذا هنا يعني فيصل، لا أريد أنبه أن الكتابة في حد ذاتها هي أمر عظيم، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بها، والقلم وما يسطرون، توثيق. نعم، توثيق، يعني كتابة الناس هي كتابات كثيرة. تمام. هذه الكتابات الكثيرة منها ما له فائدة ومنها ما ليس له فائدة. فالبشرية في تقدمها كانوا يؤرخون وكانوا يحفظون المعلومة عن طريق النقوشات التي تكون في الحجارة، وهذا من هدي كثير من الأمم على شكلاتهم. العرب كانوا إذا تذهبين إلى مناطق مدائن صالح أو يعني بين شمال الأردن وشمال السعودية وجنوب الأردن تجدين خطوط ترجع إلى الخط العربي الأصيل، وكذلك اليمن. الخط هذا هو عبارة عن حياة أو رحلة زمنية هي تطور بتطور الزمن الذي نحن نعيش فيه. تمام. حتى في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل لما أوحى إلى موسى عليه السلام في التوراة، لما أعطاه التوراة ذكر أنها كتبت على ألواح. تمام. وقبل ذلك في الحضارة العراقية كانوا يكتبون أعمال على الطين، الكتابات المسمارية، وهذا قبل اكتشاف الورق. وفيها أيضا من كان يكتب على صفائح من نحاس أو صفائح من رصاص تقييدا للمعلومة، وهذا نجده كثيرا عند اليهود. نجد كثير من الكتب الدينية مكتوبة على هذه المادة المعدنية لأنها قابلة للحفظ مدة زمنية، بخلاف الورق. الورق قد تعترضه عدة آفات. إذا ذهبنا إلى قضية الورق، كان أول من صنع الورق هم الصينيون. نعم. صنعوه من عياد الخيزران معروفة. ثم لما فتح المسلمون سمرقند في 751 ميلادية قاموا بنقل صناعة الورق إلى العالم الإسلامي. وهنا نجد أنه الحضارة الإسلامية أو المفاهيم التي كانت سائدة ودارجة في تلك الحقبة هو استفادة المسلمين من كل المهارات والصنائع والحرف التي كانت عند الأمم الأخرى، فأدخلوا صناعة الورق إلى العالم الإسلامي، وهكذا انتشرت في ربوع العالم الإسلامي. نعم، صناعة الورق لو ندخل في هذا الموضوع لا نخرج منه وفيه تشعبات كثيرة. نبقى إن شاء الله في المخطوط لنرى ماذا قدم المخطوط للحضارة الإسلامية وكذلك في الجزائر للذاكرة الوطنية. أستاذ عبد الرحمن بليط، وضعتنا في تاريخ المخطوط، ربما أكيد سنغوص في هذا التاريخ ونرى ربما هناك بعض المخطوطات إن صح التعبير بهذا المصطلح، ولو أنه مصطلح جديد. تقول بعض الدراسات أن بعض المخطوطات في العالم الإسلامي ربما قد مثلت أحيانا نوع من صح التعبير اللا أمن الفكري، لأنها خاصة إذا لم تكن منقحة وربما فيها بعض المغالطات التاريخية. أكيد سنتطرق إلى هذه النقطة، ولكن دعني أتوجه إلى أستاذنا أستاذ رئيس جمعية المعارف الجزائرية والأستاذ أكيد أستاذي الفاضل، وأنتم قمتم بملتقى أكيد سنتحدث عنه بعد قليل، ولكن دعني نتحدث عن المخطوط في الجزائر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة المخطوطة يشكل أهم المعالم التي يعني تبرز خصائص تاريخ الأمم والشعوب على مر العصور في جوانبها المختلفة، سواء الجوانب السياسية والتاريخية والاجتماعية
أو العلمية أو الثقافية أو الاقتصادية، حقائق. نعم، فهو بطاقة هوية، هو بطاقة تعريف. صحيح. فالشعوب تعرف بتاريخها، فالمخطوط يعني شواهد على ما قدمه الأوائل وما أنتجت قرائحهم في مجالات مختلفة. ولذلك هذا المخطوط يحتاج إلى التحقيق، يحتاج إلى الحفظ، لأن الحفاظ عليه هو الحفاظ على الهوية، الحفاظ على 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 تاريخ الأمم، خصوصا إذا عرفنا بأن المخطوط هذا يعني يتعرض إلى كثير من الآفات، من النوائب، من السرقة حتى. وإذاك عندنا مخطوطات كثيرة يعني مهاجرة هجرت إلى بلدان كثيرة لعلماء من الجزائر. وكما ذكر فضيلة الدكتور، يعني موضوع المخطوط عندنا في الجزائر، كانت لي فرصة في هذا الملتقى أنني تعرفت بأننا عندنا خزائن كثيرة لعلماء كانوا المخطوط تاعهم يمثل نوع من السفارة، وفي عصور متقدمة جدا. لأول مرة بمناسبة هذا الملتقى نعرف اللي أول مخطوط في تفسير القرآن الكريم، يعني الواحد جزائري اسمه هود بن محكم، هذا في الوقت اللي كان كاين تفسير تاع الإمام الطبري وكذا، يعني هذا في وقت متقدم جدا عندنا مخطوط في هذا الملف التفسير. ولأول مرة كذلك يعني نعرف بأن في الحديث النبوي الشريف أن الإمام الداودي وهو جزائري أول من شرح صحيح البخاري. أنا في حياتي العلمية كنت نظن بأن صحيح البخاري، كي نقول صحيح البخاري معناتها نقول ابن حجر العسقلاني، لكن أول من شرح صحيح البخاري هو الإمام الداودي. وهذا يعطينا صورة بأن يعني الاعتناء بهذا الموضوع هو اعتناء بذاتنا، اعتناء بهويتنا، اعتناء بتاريخنا. إذن المخطوط هو اعتناء بالهوية واعتناء بالتاريخ واعتناء بالذاكرة. أستاذ بن يطو، أنت مختص وباحث في المخطوطات، هل كل ما يقدمه المخطوط هو حقيقة تاريخية لا غبار عليها؟ هو هذا السؤال له شقان. نعم، هو في الأصل نعرف كيف تعامل علماءنا مع المخطوط. تمام، قضية التدليس والإضافات الموجودة في الكتب وحتى التغيير هذا أمر موجود، وخاصة إذا كان العالم قد كتب عدة نسخ. نعم. التي نسمها إبرازات، فنسخة الأولى والثانية والثالثة حتى ينتهي إلى النسخة الأخيرة. فبعض الناس قد ينشرون ممكن بعض الأفكار مهما كانت يعني سلبية أو إيجابية، توافق أو تخالف، بإدخالها في هذه الكتب. ولهذا ما الفرق بين المخطوط والكتاب بما أنك ذكرت الكتاب؟ لا، قبل ذلك احنا نذهب إلى مسألة أساسية، وهي سلامة المخطوط وصحة المخطوط. تمام؟ نعم. في المؤلف إذا انتهى من كتابة المخطوط، يعني انتهى إلى النسخة الأصلية، تصير هذه النسخة الأصلية النسخة المعتمدة. نعم. واعتماد بعد إذا صارت هي المعتمدة يتم نسخ هذه النسخة عن النسخة الأصلية. ثم إذا مع مرور من الزمن إذا وجدت بعض الهفوات أو بعض النقائص في تحقيقنا المخطوطات تحتاج إلى المقابلة بين النسخ. ولهذا في علم تحقيق المخطوطات النسخة الأم إذا وجدناها فقد وجدنا كنزا ثمينا، لأن هي النسخة الأصلية. ثم نجد النسخة التي نقلت عن النسخة الأم، وخاصة إذا نقلها أحد الطلبة، طلبة هذا العالم نقلها عن الأصل الأول. ثم إذا مثلا كانت الحقبة الزمنية 3 قرون أو 4 قرون إلى آخره، نشوف النسخة القريبة من زمن المؤلف. تمام، ونشوف أيضا جودة النسخة، ونلجأ إلى ماذا؟ إلى طريقة المقابلة بين النسخ. ولهذا في عملية التحقيق نحتاج أن نجمع كل النسخ المتعلقة بماذا؟ بالمخطوط، النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى آخره. إذن له نسخ، له نسخ كثيرة، وهذه النسخ هذه موجودة ومتفرقة على مكتبات العلماء. والمخطوط له مراجع ومصادر؟ أكيد، علماءنا كتبوا في فن المصنفات والمصنفين. خذي مثلا الفهرس، كتاب الفهرس لابن نديم، لما تقرأينه هذا الكتاب ذكر فيه التعريف بالمصنفين والتعريف بمصنفاته،
تجد لنا مثلا عالم كتب 100 كتاب وأكثر. الإمام السيوطي ينسب له حوالي 1450 كتاب، بين الكتاب الذي فيه وريقات 3-4 وريقات إلى كتاب الذي فيه 5000 ورقة. تخيل هذه العناوين. إذا أخذنا الإمام السيوطي والذي يوازيه في عندنا، الذي يوازيه رباع من الكتب من مراجع السيوطي، نعم الذي يوازيه عندنا في الجزائر الإمام أبو راس الناصري، له أيضا مؤلفات كثيرة. أبو راس الناصري، نعم. الذي صوفي التوجه، لا هو أبو راس الناصري كان موسوعي يعني، نعم كان موسوعي له أبحاث، نعم كثيرة، نعم وهو كان موسوعي، كتب في التاريخ في الفقه في الحديث إلى آخره. فهو عالم وسمة العلماء عندهم اتساع معرفي ويكتبون في كل فنون، فلا ينبغي مثلا أنه كتب في المجال الفلاني أن نحكم عليه أنه معروف كتب يعني بهذا المجال، كان معروف، نعم علماء أنا علماء المغرب يعني، نعم. الروحانية والإيمانية موجودة في أنفسهم، أصل فيهم يعني. أصل فيهم، نعم ولهذا بحثوا كثيرا في مقام الإحسان. ولهذا أنت تدفعيني أقول لك أنه كثير من الأولياء أهل المغرب لما يذهبون إلى المشرق يشتهرون بولايتهم وصلاحهم وفلاحهم وحتى نعم. بإنجازاتهم، وهذا يسوقنا أيضا إلى أن نذكر مثلا جهود الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في تنظيمه للمكتبة الظاهرية، وكذلك جهود الأمير عبد القادر الجزائري في تنظيمه للمكتبة الظاهرية، حيث يذكر أنه كان يشري المخطوطات من ماله الخاص ويخزنها ويجعلها يعني متيسرة للطلبة لطلبة العلم. فحفظ المخطوط كما يحفظ من الناحية العلمية عن طريق يعني النظر في وجود النسخة الأصلية أو في إصلاح الهفوات التي تكون في هذه النسخة الأصلية، فكذلك أيضا يحفظ بوجود هذه المكتبات ووجود هذه الأوقاف. والمكتبات يعني أخذت دور الأوقاف، ما معنى هذا؟ بمعنى العالم لما يموت فإنه يوقف جميع كتبه على المكتبة الفلانية. ولهذا شوفي مثلا عندنا ابن النفيس الطبيب المشهور الذي كتب الكتب الكثيرة في مختلف الفنون كأبي راس الناصري، كتب في الحديث في الفقه وفي الطب. ابن النفيس قال قولته المشهورة: لو أنني لا أعتقد أو لا أؤمن وأصدق أن هذه كتبي ستبقى من بعدي 1000 سنة ما كتبتها. شوفي هذا التحدي في القوة العلمية التي كانوا يكتبون بها. ويذكر أنه كان ذات مرة يتحمم ثم سنحت له خاطرة، فخرج من الحمام وكتب مقالة يعني حول 10 أوراق فيما يتعلق في دلالة النبض على صحة الإنسان. وهي الإلهامات أكثر من ذلك. تروحي مثلا ابن عساكر الدمشقي، نحن لماذا نذكر هذه العلماء؟ حتى يكون عندنا تنوع ثقافي، صحيح، ويكون كل دولة مثلا يكون لها شاهد على ذلك. ابن عساكر الدمشقي كتب تاريخ دمشق لما يعني عقل يعني حوالي 18 سنة، لما أقول عقل يعني عقل في كتابة هذا المشروع، من 18 سنة هو يكتب، فجمع تاريخ الحافلة لدمشق في 80 مجلد، عرض به ما كتبه الخطيب البغدادي في تاريخ تاريخ بغداد. وانت تذكر العلماء، نعم حتى في الجزائر جلسة في حضرة مثلا العلماء، نعم حتى في الجزائر مثلا او في المغرب او في تونس الى اخره كانوا يكتبون الكتب المفيده. عندنا مثلا ابن الجزار التونسي، نعم عندنا مثلا القاضي عياض البستي، نعم. فهؤلاء العلماء كانت لهم، هنا رجع الى اصل السؤال، كانت لهم منهجيه علميه في معرفه أن هذا المخطوط هو مخطوط صحيح. حتى أنهم كانوا يعتمدون مثلا على خط المصنف، كتابة المصنف كيف كان يكتب، وأحيانا يعتمدون على آخر المخطوط نجد تاريخ النسخ، نجد المقابلة، نجد التصحيحات، ونجد التمليكات، ونجد الشرع. وهذا لا ينفي أن المخطوط قد يتعرض إلى بعض الآفات،
التي مثلا سنتحدث إن شاء الله على هذا الشق. أستاذ عبد الرحمن شكرا جزيلا لك. ولكن من الرفوف التي تحفظ هذه المخطوطات وتعود للقرن 19 المكتبة الوطنية الحامة. ومعنا عبر الهاتف الأستاذة فطومة بن يحيى محافظ رئيسي للمكتبات ورئيس مصلحة المخطوطات النادرة بالمكتبة الوطنية. أستاذتي الفاضلة أهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذة. أهلا أهلا ومرحبا. إذن المكتبة الوطنية الحامة تجمع بين رفوفها ربما فضاء يعني خاص لهذه المخطوطات التي تعود للقرن 19 أليس كذلك دكتورة؟ طبعا المكتبة الوطنية هو المكان الطبيعي لحفظ المخطوطات. صحيح. يعني هذا مش في الجزائر فقط لكن في كل العالم. طبعا المخطوطات اللي محفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية هل لها خاصية؟ لها خاصية؟ المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية الحامة لها خاصية؟ لا هي مخطوطات في كل الموضوعات وفي كل بكل اللغات. جميل. نعم بكل اللغات وحتى على الوسائط هناك مخطوطات منسوخة على الورق وهناك مخطوطات منسوخة على الجلد وهناك ما يعني اكتشفنا في سنوات يعني هذه المتأخرة اكتشفنا مخطوطات منسوخة على ورق النخيل. نعم. من المخطوطات اللي تحتاج إلى دراسة. لكن أقدم مخطوطة محفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية هي مخطوطة هي أوراق من القرآن الكريم ترجع للقرن الثاني هجري يعني عمرها 13 قرن. ما شاء الله. نعم هذه أقدم مخطوطة. نعم الثاني هجري. نعم. نعم. نعم جميل جدا. إذا بالنسبة ذكرتي نقطة مهمة أنه في فضاء هذه كم مخطوط يعني تحصي المكتبة الوطنية الحامة أستاذة فاطمة؟ بالنسبة لعدد المجلدات عدد المجلدات 4660 مجلد هذا آخر إحصاء ديسمبر 2021. نعم. آخر إحصاء بالنسبة لعناوين الكتب عناوين المخطوطات يعني هناك بعض المخطوطات أو المجلدات التي تحتوي على أكثر من عنوان وعدد العناوين تفوت 7000 عنوان في المكتبة الوطنية الجزائرية. نعم جميل. نعم. جدا. طيب ذكرتي نقطة مهمة في بداية التدخل ذكرتي بأنه المكتبة الوطنية الحامة لا تزال تكتشف الجديد من هذه المخطوطات. كيف تتم العملية؟ هل بالتنسيق مع أساتذة مع باحثين مع علماء آثار؟ كيف تتم؟ نعم. العملية؟ طبعا المكتبة يعني مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة في المكتبة الوطنية الجزائرية هي نفسها هي عبارة عن مخبر بحث يعني نقوم بالبحث في هذا الرصيد يعني 4000 مخطوط مش من السهل أنك تكتشفي خباياه يعني في كل مرة نقوم ببحث حول موضوع معين يعني كل مرة عندنا بحث معين وطبعا التواصل يكون مع أساتذة من الجزائر من الجامعات محققي المخطوطات وحتى خبراء من العالم. نعم. نتواصل مع خبراء في عدة بلدان من العالم يعني توصل إلى معلومة دقيقة يعني نتوصل لأنه المهم نتيجة أنه ما نراه نحن فرضية من المهم أن يعني تكون في النهاية يعني نستخلص أنه مثلا مخطوط نادر أو فريد في العالم أو نفيس هذا المهم بالنسبة لنا. نعم هذا هو المهم. ربما توافقينني الرأي ويوفقني الرأي الأستاذ الباحث في مجال المخطوطات أكبر حظيرة للمخطوطات في الجزائر هي أضرار يعني تحفظ الكثير من المخطوطات عبر مساجدها وعبر الزوايا. هل هناك تنسيق لأنه الكثير الآن من الطلبة والباحثين يبحثون عن هذه المخطوطات على سبيل الشواهد العلمية لدعم بحوثهم هل هناك يعني تنسيق يعني مع هذه الحواضر العلمية إن صح التعبير؟ طبعا نحن في تواصل دائم مع مثلا مخبر المخطوطات التابع للجامعة الإفريقية بأضرار. نعم. ونتواصل أيضا يعني هناك تعاون مع المهندسي المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في ولاية أضرار يعني احنا نعمل معا طبعا إعداد منصة خاصة بالبحث وتحميل المخطوطات الخاصة بالمكتبة الوطنية الجزائرية ويعني تواصلوا معهم حتى بالنسبة مثلا هناك تواصل مع المركز الوطني للمخطوطات بأضرار هناك مثلا تعاون. دعم. مثلا فيما يخص تقييم المخطوطات يعني نقوم بهذه المهمة بالنسبة للمركز حتى الزوايا لها الكثير من المخطوطات أستاذة فاطمة. إيه طبعا هذه معروفة يعني الجزائر يعني لا تزال هناك مخطوطات محفوظة في زوايا ولا عند العائلات يعني يحتاج إلى دراسة أو اكتشاف يعني. نعم كيف يتم التحقيق مع هذه المخطوطات؟ كيف؟ هل هناك يعني لجنة هل هناك باحثين يتم التحقيق حول حقيقة هذه المخطوطات وما تخطه أو يتم الجمع مباشرة في رفوف المكتبة أستاذة فاطمة؟ لا طبعا هناك خبراء طبعا
يقوموا بمعاينة هذه المخطوطات. طبعا كل مخطوط يدخل المكتبة الوطنية الجزائرية عنده يعني فترة نقوموا بالبحث في خبايا في ورق بالنسبة مثلا لعمر المخطوط. عندنا طريقة معينة في المكتبة نقوموا بمعرفة من خلالها المخطوط كم عمره، يعني حتى لو كان المخطوط يحتوي على التاريخ نسخه، لكن احنا طبعا لتفادي تزوير نقوم بمعاينة المخطوط يعني الورق. نعم. هذا بالنسبة مثلا بالنسبة للعنوان المخطوط أو المؤلف أو أمر آخر، هناك بعض الباحثين نتواصل معهم ويعني ونعمل معهم. طبعا في المكتبة الوطنية الجزائرية عندنا الحمد لله منذ 2016 عندنا لجنة اسمها اللجنة العلمية المكلفة بتقييم المخطوطات والمؤلفات النادرة. نعم، جميل جدا. بالنسبة لتفعيل هذه المخطوطات، هل هي متاحة للطلبة والباحثين وهل هناك طلب عليها أستاذة فاطمة؟ طبعا هناك طلب، وهذه المخطوطات يعني حتى اليوم مكتبة الوطنية الجزائرية تقوم بالتطوير الرقمي لهذا الرصيد، خاصة المخطوطات اللي تحت الطلب، لأن هناك بعض المخطوطات يعني خاصة نذكر لك مثلا المراسلات، المراسلات العثمانية عليها طلب كبير. نعم. من طلب للباحثين على كل المستويات. هناك أيضا بعض المخطوطات التاريخية اللي عليها أيضا طلب. نعم. يعني هذا الأمر الحمد لله يعني المكتبة الوطنية توفر هذه النسخ الرقمية. نعم، جميل جدا. وهل يعني فيه التنسيق مع مكتبات الوطن ربما على التنقل تبادل هذه المخطوطات إن صح التعبير؟ طبعا إذا كان في هناك يعني طلب من طرف مكتبات على المستوى الوطني ما كانش مشكلة، احنا نرحب بهذا الأمر. ما يخص يا إما احنا نقوم يا إما تبادل أو نقوم مثلا بتقديم خدمة، وفي يعني بصفة عامة هذه المكتبات يعني يقوموا يعني بزيارة المكتبة أو يطلبوا خاصة التكوين في مجال المخطوطات. نعم، جميل جدا، تكوين في مجال المخطوطات. في الختام يعني ذكرت يا أستاذة فاطمة ما شدني حديثك، يعني قالت بأنه فيه مخطوطات من جذع النخيل. نعم. يعني هذا يعني يصلح أن يكون يعني وأنت رئيس جمعية ثقافية يصلح أن يكون يعني يروج يعني هكذا معرض ثقافي يا أستاذة فاطمة، أليس كذلك؟ طبعا طبعا هذه طبعا مرحبا به الدكتور يخلف إن شاء الله. طبعا هذه مخطوطة طبعا تحتاج إلى تكون في المعرض. نعم، هي مخطوطة ربما عمرها أكثر من 2000 سنة. نعم. يعني وهي حتى الآن نزلنا ندرس فيها لأنه مكتوبة بلغة قديمة جدا. نعم، لم تفقه. وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نتائج دراسة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة فاطمة بن يحيى، محافظ رئيسي للمكتبات ورئيس مصلحة المخطوطات النادرة بالمكتبة الوطنية الحامة، سعدنا كثيرا بهذا اللقاء وبهذه المداخلة. شكرا جزيلا لك وأعانك الله إن شاء الله في حفظ هذا التراث. شكرا. شكرا. شكرا وتحية لك ولكل القائمين على المكتبة الوطنية الحامة. بارك الله. التي تحمي هذا التراث. إذا نواصل النقاش، جميل جدا أن تكون هذه يكون هذا المخطوطات بهذا الثراء في المكتبة الوطنية الحامة، يعني قريبة في العاصمة، تستطيع يعني وجهة للطلبة والباحثين. أستاذ مسعود يخلف، أنتم رئيس جمعية كما ذكرت جمعية المعارف، بالمناسبة نعرف جمعية المعارف. أهلا وسهلا. جمعية المعارف هي جمعية ثقافية تربوية جاءت في إطار خدمة الثقافة للمحافظة على الخلفية التأسيسية، كانت كيف نشارك في تحسين مجتمعنا والحفاظ على تاريخ. على تاريخه وعلى هويته. في هذا الإطار يعني جت تأسيس تاع الجمعية. مقرها هنا في العاصمة؟ مقرها نعم في عين البنيان، عندنا مقر صغير وعندنا مقر يعني في البليدة. تأسست في 24 نوفمبر 2019. نعم. يعني حديثة النشأة تعنى بكل ما هو جزائري. نعم، تعنى بالشأن الجزائري. نعم، تعنى بكل ما هو جزائري والمخطوط. نعم. إن شاء الله المخطوط كما ذكرت الأستاذة فاطمة فيه الكثير، يعني بلغة الأرقام يعني كم هائل من المخطوطات. أنتم كجمعية أستاذ مسعود، أستاذي الفاضل الدكتور مسعود يخلف، هل أنتم كجمعية ثقافية علمية للمعارف هل يتم ربما في برنامج للتنسيق مع المكتبات للتعريف أكثر بهذه المخطوطات، لأن الباحثين اليوم
اليوم يعني هي حقيقة يعني نأسف لها كثيرا، يجدون البحوث الجاهزة، أليس كذلك؟ وأنت أستاذ في الجامعة ربما لك اتصال مع الطلبة، يجدون البحوث الجاهزة التي من الأنترنت أو غيرها ومن الكتب هكذا الجاهزة ولا يلتفتون إلى هذه المخطوطات. طيب هل هناك يعني عمل من أجل تقديم هذه المخطوطات لهذا الجيل على أساس أنها هي الطريقة الصحيحة للمعرفة، لأنها هي أصل المعرفة؟ أستاذ مسعود، في الحقيقة هي من أهداف الجمعية هو التعريف بالمعالم الأثرية والثقافية والعلمية والدينية. ولذلك هذا الموضوع هذا هو كان باقتراح من وزارة الثقافة اللي نشكرهم بهذه المناسبة، وزارة الثقافة والفنون. لكن لما تعاملنا مع الموضوع لقينا بأنهم من في مجالنا، في اختصاصنا، في الإطار الذي نريد أن نخدم به، يعني جزء من الإطار الذي نريد أن نخدم به هذا الوطن العزيز. وذكرت الأستاذة فطومة مشكورة جهود الدولة في المحافظة على المخطوط وكذا، لكن حبيت نقول باللي فيه حتى العائلات، حتى الأفراد عندهم دور كبير. وهذا الشيء اللي تعرفنا بمناسبة هذا الملتقى. صوري جانا ضيف من عائلة، هم من الجلفة، العائلة هذو عندهم أكثر من 50,000 مخطوط. إذا كان الأستاذ مثلا تتكلم على 4,500 ولا 5,000، فتصويتي عائلة واحدة عندهم أكثر من 50,000 يعني مخطوط. عائلة واحدة، عائلة الضيف هذو كانوا عندهم مشاركة معنا في الملتقى. في أي مواضيع هذه المسألة؟ في مواضيع مختلفة. صحيح يغلب عليها الجانب الديني. يغلب عليها الجانب الديني، وسافر هذا الرجل هذا أستاذ بالقاسم اللي نحييه بهذه المناسبة، يعني سافر إلى مجموعة من الدول الإفريقية وبمجهودات بسيطة، ووقف على مجموعة من الخزائن ومجموعة من يعني التراث الثري جدا لعلماء جزائريين في كثير من الدول. هذا إذا ذكرنا كعائلة. في كذلك الجمعية قدرنا نعرف بعض الناس اللي عندهم اختصاص، مثل الدكتور عبد الرحمن والدكتور أحمد جعفري. الدكتور أحمد جعفري هذا من جامعة أدرار، تصور انت رجل سافر إلى دول الساحل الإفريقي ووقف على الخزائن الموجودة في لعلماء جزائريين كالمغيلي وغيره. المغيلي عبد الكريم. نعم. والمخطوطة هي نوع من السفارة. صحيح. يعني علمنا موجود. ولذلك لاحظنا الأسبوع هذا الأخير لما زار رئيس التيجانية عندنا، الطريقة التيجانية عندنا يعني نيجيريا، كيف استقبلها. هذاك الاستقبال ما جاش من العدم، لأن الناس يعرفون قدر الجزائر وقدر علمائها، ويعني والبصمة الجزائرية الموجودة عندهم، وبل عندهم تلاميذ تابعين للمغيلي وغيره مثلا من علماء الجزائر. احنا كجمعية نريد أن نتعاون مع هؤلاء جميعا، باحثين وجمعيات ومراكز ثقافية وغيرها. نريد أن نتعاون مع هؤلاء لخدمة يعني هذا الجانب اللي ممكن هذه الملتقى فتحنا فيه آفاق ما كنا يعني ما كنا ننتظره، ووجدنا أنفسنا كمشرفين وكمنظمين أكثر الناس لعلنا استفادة من هذا الملتقى إن شاء الله. وسنرى ما هي الأفاق التي فتحها لكم الملتقى إن شاء الله، تتحول إلى حقيقة ويصبح المخطوط إن شاء الله أكثر أمانا، لأنه أهم ما يهدد وهدد المخطوط بالتلف وبالسرقة. وفيه مخطوطات كذلك قيمة جدا، فيه مخطوطات يعني أصلا يعني أنا وقفت عليها شخصيا في زاوية الهامل في بوسعادة، مخطوطات مخطط بماء الذهب أستاذي الفاضل، وما زالت تحتفظ بها مكتبة زاوية الهامل. إذن من هذا المنطلق الكثير من كما ذكر فيه عائلة تحتفظ بهذه المخطوطات. الآن هذه المخطوطات التي تعتبر مدد للذاكرة الوطنية أستاذي الفاضل، كيف يتم التنسيق من أجل جمع هذه المخطوطات؟ وأنت ذكرت في الأول نقطة على أن لا تتلف هذه المخطوطات، هذا ما يهددها. هو للأسف من أدرك قيمة المخطوطات هم الأوروبيين. نعم. في رحلاتهم وسفاراتهم، وقد كان يتولى كبراء القوم كسفراء والقناصلة شراء هذه المخطوطات وتسفيرها إلى أوروبا، وبالتالي كانت مهمتهم هي نقل العلوم من دمشق ومن بيروت وبغداد، هذه عواصم هذه الدول، وحلب وحمص إلى آخره، وكذلك يعني بعض المناطق في الدولة العثمانية آنذاك.
وبالتالي أو مصر وكذلك المغرب العربي بجاية ووهران وتلمسان إلى آخره، فأخذوا الكثير من الكتب وقاموا بدراستها مرة ثانية. وقبل ذلك نجد حتى في الصراع الإسلامي الصليبي إذا شئت بين الدولة الإسبانية وعند سقوط الأندلس، الأميرة هذه التي حاربت المسلمين قالت لهم بأمرتهم بحرق كتب، كل كتب المتعلقة بالجانب الديني وترك الكتب العلمية المتعلقة بالطب والفلك والرياضيات إلى آخره، من باب ماذا؟ استثمارها وإخراجها من جديد. هو نفس هذه الحركة العلمية، هي نفس الحركة العلمية التي قام بها المسلمون في نقل العلوم الإغريق، علوم اليونان والرومان والفرس والهنود، وترجمتها إلى اللغة العربية وبالتالي الاستفادة منها. عندنا مثلا كتاب ممكن غريب عنوانه، كتاب شانق في أحكام الترياق، الانتضات يعني الأمور المتعلقة بمضادات السموم. والترياق كان مادة ضرورية عند الملوك حتى أنهم يحملونها معهم في مجالسهم دفعا لأي عملية تسميم. هذا عرف ملكي كان موجود عند الممالك في مقدونيا في الرومان إلى آخره. نعم. واستمر الحال. هذا الكتاب هذا ترجمه لما ترجمه المسلمون، كتاب هذا أو مخطوط، هذا مخطوط هذا، ولكن تحدثنا كثيرا عن المخطوط. أنا صراحة يعني أصارح المشاهد لحد الآن لا أعرف يعني أن أفرق بين المخطوط والكتاب. المخطوط هو ما كتب بالقلم تمام. نعم. والمطبوع هو ما كتب يعني بالطباعة. نعم. ولكن أحيانا ليس في عدد الأوراق لا، غوتنبرغ لما اخترع الطباعة كان يأخذ مربعات يكتب فيها الألف والباء وكذا، ثم يرتبها ويضع الحبر ويضع الورقة ويطبع، ولكن يعني نسميها الطباعة الحجرية. ولكن المخطوط كل ما كتب بالبريد، لكن فيه الكثير يعني من عندما تذكر المخطوط يقول لك أوراق يعني هكذا مبعثرة كتبت. لا لا يعني لا لا لا. في 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 منهجية علمية. نعم. لأنه أول من أسس المدارس هم المسلمون، وأسسوا الجامعات إلى آخره، أسسوا مدارس كثيرة وجامعات كثيرة، وهذه المدارس والجامعات على ماذا، ما هي مصادرها العلمية؟ قلت الإمام بن نافس لما توفي جعل جميع كتبه وقفا للبيمارستان المنصوري، يعني المستشفى المنصوري في دمشق، جعل كل كتبه وقفا عليه. مش متى وقف يعني يمكن لطلبة العلم أنهم يرجعون إليها في دراسة الطب. نعم. تمام. وكانت تقاليد موجودة عند المسلمين، كان لما يدخلون بلدة ينشئون القلعة تكون عبارة عن قصر للحكم، ثم المشافي للزوبيتو، ثم عندنا المدارس، ثم عندنا الحمامات، ثم عندنا الحدائق، حتى تكون هذه المدينة مدينة متكاملة. تمام. فهذه المدارس لابد تكون عندها وقفية متعلقة بماذا، بالكتب. وهذه الكتب من كثرتها لا يمكن ماذا عدها ولا إحصاؤها. و المكتبات هذه كانت يعني قاعدة صلبة في بقاء العلم وحفظه سنوات متعددة. حتى في الجزائر، عندنا في الجزائر كثير من المساجد في الجزائر العاصمة أو خارج الجزائر كانت تحوي كتب كثيرة لكثير من العلماء. يعني تراث الزياني في تلمسان ما كان ليحفظ لو لم تكن فيه العناية بماذا، بالمخطوط. حتى في ترجمة ونقل الكتب كان الكتاب له قيمة، له وزنه ذهبا. تخيلي. صحيح. هذا يعني من يأتي بكتاب من الهند ولا فارس وكذا ويكتبه. حتى إذا شئت الآن عندنا جائزة رئيس الجمهورية لكذا وكذا وكذا، نفس العرف كان موجود. يعني من يأتي بسبق علمي في التأليف وفي التصنيف وفي ترجمة الكتاب فجائزته كذا وكذا من ذهب. جميل. احنا بقيت احنا في قضية جمع المخطوطات إلى آخره. أنا ممكن يعني أفيد المستمعين برأي خاص. نعم. الآن أنت المخطوطات موجودة على الإنترنت، جامعة برينستون، جامعة ميتشيغان، في سيدني، في ميلبورن، في غوطا، لايبزيغ، تروحي على الإنترنت تجدين المخطوطة. هي متوفرة، ليست متوفرة يعني يعني في النادر يحفظ لقيمته العلمية إلى آخره، وفي مختلف العلوم.
يعني في بعض المسائل العلمية أو في بعض المخطوطات التي تتناول بعض العلوم التي اندثرت يعني لم يبقى لها أثر، فهل هذا المخطوط هو الذي يحيي؟ مثلا أذكر في علم المرايا المحرقة، مرايا المحرقة كان من أساليب القتال قديما أن السفن إذا جاءت يقومون بحرقها عن طريق ليلوب الزجاج هذا الحارق، وهذه الصناعة مذكورة يعني قديما وحديثا، المخطوطات تعطيك الأساسيات. أو مثلا فيما يتعلق بقضية الدباغة، يعني الثوب إذا أصابه ماء التفاح أو الرمان أو البطيخة وكذا كيف يمكن نزعه، يعني البقع تخيل كتب موجودة إلى يوم الناس هذا. يعني ولكن المشكلة إذا كان هل هي متاحة؟ هي متاحة على الإنترنت. إحنا الإشكالية لو أردنا حفظ هذه المخطوطات هو ينبغي مثلا كجهة رسمية في الدولة هي التي تقوم على تحميل هذه المخطوطات، لأن نعم. الآن متاح، الآن موجود الإنترنت، نعم. لكن غدا لا نعرف ماذا يقع. نعم تمام؟ فعلا فالأمر هنا يبقى أمر تنظيمي. نعم يبقى أمر تنظيمي، وهذا الأمر أكيد سيقوم عليه كذلك حتى الباحثين في هذا مجال المخطوطات. ومعنا باحث في مجال المخطوطات من جامعة جيجل الأستاذ هارون بولغرينات، مختص في المخطوط. أهلا ومرحبا أستاذي الفاضل، سعدنا بهذا المكالمة هذا المساء. أهلا ومرحبا. مرحبا بكم. أهلا ومرحبا. إذا أنت مختص في المخطوط، ونحن نتحدث عن واقع المخطوطات في الجزائر. والآن ذكر نقطة مهمة الدكتور عبد الرحمن بن يطو عن كيفية حفظ المخطوطات في الجزائر، وتحدثنا قبل قليل مع من المحافظة المكتبة الوطنية الحماة. الآن المخطوطات منتشرة في الجزائر في المكتبات، منتشرة في الزوايا في الكتاتيب، وحتى قال الأستاذ مسعود يخلف أنه فيه عائلات يعني لديها المخطوط، لديها مخطوطات، وهذه المخطوطات هي في خانة ليست خانة واضحة لا يستطيع الباحث يصل إليها. أنت باحث في المخطوطات، هل يعني قدمت يعني هكذا رؤية أو دراسة من أجل جمع هذه المخطوطات حتى ولما لا تكون مكتبة خاصة بهذه المخطوطات قائمة بذاتها أستاذ هارون؟ والله على كل حال شكرا لكم على التواصل معي، ونشكر أخونا الفاضل وصديقنا عبد الرحمن بن يطو. فيما يخص حفظ المخطوطات والاستفادة منها، هذا أمر طويل وعريض. نعم تحدثنا في عدة مجالس من ندوات وملتقيات على هذا الموضوع، دعونا أيضا السلطات الرسمية لجمعه في مكان واحد حتى يتسنى الاستفادة منه والوصول إليه. مثلا إذا أخذنا مثال ذكره أخونا عبد الرحمن أنه المخطوطات المتوفرة على الإنترنت، هذا نموذج من نماذج تسهيل الحصول على المخطوط. كما أيضا طلبنا عدة مرات من الخزائن المتوفرة على المخطوط أن تيسر أيضا الحصول عليه أو المطالعة عليه أو حتى التصوير إن أمكن ذلك. فهناك بعض الخوف مثلا من هذا الأمر، ولكن إذا استعملت الطرق الحديثة في التصوير والصيانة والحفظ ومع استعمال المواد اللازمة في ذلك، فالأمر يكون أسهل مما يتصور. نعم. في الحقيقة يعني إحنا يعني ما نقولكش عندنا خبرة كبيرة، ولكن الحمد لله يعني إحنا ابتدأنا العمل في المخطوط من أواخر التسعينات. نعم. ونحن مع المخطوط إلى يومنا الحالي، وصدرت لنا عدة أعمال لعلماء جزائريين ولله الحمد، ونحن ننشر خطنا على هذا المنهاج، أننا ننشر لأعمال علماء الجزائر ولا نخرج من هذا الأمر حتى نبين للناس أن عندنا علماء وعندنا من كان أهل سواء في جميع العلوم، يعني كان متفوق سواء في العلوم الدنيوية أو العلوم الدينية. نعم. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. فالتجربة هذه يعني فتحت لنا مجال مع وجود بعض الأتعاب، يعني مثلا في أواخر التسعينات حتى تحصلين على مخطوط صعب جدا جدا، كنا نتواصل مع المكتبات الوطنية الرسمية مع بعض دور الخزائن الخاصة أو بعض الزوايا. الوسيلة الوحيدة كنا ننسخ نسخا، يعني نعيد كتابة المخطوط من جديد ونطلب تصوير لوحة واحدة لإثبات يعني هذا الكتاب
الكتاب أو هذا المنسوخ أصله من هذا المخطوط، يعني حتى تكون الثقة في النقل. لكن الآن الحمد لله تيسرت بعض الأشياء حتى عن طريق المكتبات أو كذا، يعني فيك تطلب تصوير مع الكاميرات الحديثة وأدوات التصوير الحالية، يعني فيك أن تصور بسهولة يعني. ولكن ما زال هذا الباب ما زال فيه تعب وما زال فيه مشقة عدة أسباب، لأنه هناك ثقافة لازم تنشر في المجتمع الجزائري خاصة عند المثقفين، أنه المخطوط ليس مجرد كتاب للبركة وإنما هو للاستفادة. صحيح صحيح. ألفه أو جلبه لينفع غيره، لا لينضعه في رفوف المكتبة ويكتفي بالنظر إليه. ولكن لازم أن تزول من ذهون من أذهان الناس. ولكن أستاذي الفاضل ذكرت نقطة مهمة في الأخير، صحيح أنه هذا المخطوط يجب أن يستفاد منه من أجل معلومات جديدة، لأنه أصلا يحتوي على معلومات أصلية. لا. هذا المخطوط ومصدر يعني مهم ومصدر يعني مهم جدا كما ذكرت، ولكن أحيانا عندما تتاح هذه المخطوطات مهددة بالتلف، حتى أنها الكثير من المخطوطات تم يعني الاستيلاء عليها وذهبت يعني لحد الآن، يعني الكثير من التسريبات المخطوطات غير موجودة. أستاذ هارون، بالنسبة للتلف عندنا العلاج، التلف عندنا طريقة طرق حديثة لاسترجاع الورق أو المخطوط. فهناك بعض المحاليل التي تستعمل للاسترجاع، حتى الآن في طريقة حديثة حدثت عنها مؤخرا من قبل بعض المختصين في هذا المجال، أن هناك أجهزة عن طريق أشعة معينة تعيد حتى الخط الممحو أو المقشوط، يعاد يعني حتى عن طريق هذا الإشعاع يقرأ من جديد ويسترجع الكلمات الضائعة. بالنسبة للورق فيه طريقة عند أهل الترميم يستعملونها للحفاظ على الورق، هذا بالنسبة للجانب المادي للمخطوط. بالنسبة للجانب المعنوي، فإذا صورنا المخطوط واحتفظنا به على قرص مثلا، على صيغة قرص أو في من أمثال الأقراص مثلا، فهنا نستطيع أن نلجأ لا إلى الأصلي، لأن الأصلي لازم يحتفظ عليه يحافظ عليه. صحيح. أصلا فإذا رجعنا إلى النسخة المصورة فيصير استعمالها أسهل وتداولها أسهل وما فيهاش حتى خطورة. نقطة أخرى ذكرتها بارك الله فيك هي فيما يخص المخطوطات التي بيعت أو سرقت. صحيح. أو كذا، فإحنا نطالب السلطات الرسمية اتخاذ اللازم في هذا الأمر، يعني إيجاد قوانين معينة أو مواد معينة تمنع من عن باتا أو حتى الاسترجاع ما نهب من خيرات الجزائر. يعني إذا نظرنا مثلا إلى المكتبة الوطنية الفرنسية فغالب مخطوطاتها كلها من الخزائن الجزائرية. صحيح. هذه أثناء الاستعمار، أما بعد الاستقلال في ناس كانوا يأتون من الخارج، أجانب أو سواء عرب أو أوروبيين أو غربيين بصفة عامة، كانوا يأتون الجزائر ويشترون المخطوطات بأبخس الأثمان ثم يدفعونها إلى أماكن المزاد العالمي أو شيء من هذا القبيل فيبيعونها بأسعار باهظة خيالية. وكما حدثت من فترة ليست بالبعيدة أن هناك مخطوط بيع $10,000، يعني مخطوط هو نفيس جدا بيع $10,000. والله هذا الأمر يعني صراحة حرام، يعني أنه كنز من كنوز الجزائر يخرج بطريقة ما ثم يباع في المزاد العالمي أو يباع في دولة ما. نعم، دي للأسف الشديد يعني فعلا أستاذ هارون بولغرينات، يعني المخطوط أمر نفيس جدا، وربما نقترح يعني فيه الأمر يعني الأساتذة لكم تتدخلون، ربما نقترح لماذا لا يعني حتى نحمي هذه المخطوطات من التلف إعادة كتابة هذه المخطوطات وطباعتها، والمخطوط يعني الأصلي يبقى يعني للتاريخ للمعارض لأغراض أخرى، لأنه يصلح أن يكون معرض ثقافي. أستاذ بولغرينات وكذلك أستاذ لكم أن تتدخلوا، يعني تفضلوا. صحيح صحيح. فيما يخص لا يوجد العمل على هذه النقطة؟ نعم، هل يوجد يعني هل فيه عمل اشتغال على طبع هذه المخطوطات والمحافظة على الأصلية منها؟ أكيد، احنا مهمتنا في البداية بدأت على هذا النهج، ولله الحمد أنا إلى الآن طابع ما لا يقل من 20 مخطوطة، يعني وغالبها مطبوعة في المشرق وبعضها مطبوع في الجزائر وبعضها مطبوع في تونس. وآخر عمل صدر لي هو مجموعة أعمال الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني، هذا من شيوخ الإصلاح في قسنطينة، طبعته مع مؤسسة الإمام عبد الحميد بن باديس شراكة مع دار الهدى وبتقديم الأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالي.
هذا آخر. والكتاب يحوي على أربعة رسائل أو أربعة الكتب للشيخ صالح بن مهنا القسنطيني، كما طبعت أيضا في التظاهر أعمال لعائلة علمية قسنطينية مشهورة، يعني الشموني، هي كانت مقيمة في مصر ولكن أعمالها وصلت إلى أصقاع الدنيا، ونحن على هذا المنهج نعمل. نسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله. وفقكم الله سبحانه وتعالى في خدمتي المخطوط أستاذي الفاضل أستاذ دكتور هارون بولجرينات من جامعة جيجل. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا جزيلا لك أستاذي الفاضل على هذه المداخلة القيمة. نعود للأستاذ مسعود يخلف، وتكلمتم عني في الملتقى، فيه أكيد الملتقى أكيد ناقش الكثير من النقاط، وأهم نقطة ربما الآن الحديث عنها في المخطوط المحافظة على المخطوط، وكما ذكر نقطة مهمة الأستاذ هارون على أنه لا يبقى تحفة على أساس أنه تحفى بين أسوار المكتبات، وإنما يجب أن يستفيد منه هذا الجيل، خاصة هذا الجيل الذي يجب أن تترسخ لديه الهوية. أستاذ أبو القري، أستاذ بسعود، الحقيقة صدر. في حواري مع الأستاذ عبد الرحمن فيه نقص أو فيه ضعف في هذا المجال، يعني المخطوطات ناقشتم هذا في الملتقى، يعني ناقشناه في الملتقى وفي حديث هكذا جانبي، يعني بأنه المخطوطات كثيرة ومتنوعة وهي كنوز، لكن الاعتناء بها وتحقيقها وخدمتها راه فيه خليني نقول شبه عزف. طبعا ممكن الاستاذ عبد الرحمن يعني هذه متعلقه ممكن بتغير الحال، اهتمامات الان الدارسين، ممكن الوسائل الحديثه هذه اللي خلت الانسان بسرعه يدير المشروع. هو شوفي تاخذي دول، انا يعني مضطر مثلا اذكر بعض النماذج من باب بيان فائدة الشراكات. مثلا دولة قطر عملت شراكة مع المكتبة البريطانية، نعم، ويعني تروح على موقع مكتبة قطر الإلكترونية تجدين يعني من الوثائق الجغرافية والسياسية وإلى آخره، فضلا عن المخطوطة الإسلامية في شتى المجالات. يعني هذه الاتفاقية سمحت بإخراج الرصيد الذي كان موجود في المكتبات البريطانية. إذا رجعنا مثلا هذه حقيقة، لا لا، لأنه تحقيقها يحتاج إلى ترسالة من المحققين. يعني مثلا لو تروحي مثلا إلى المكتبة الفرنسية، أنا وقفت على شريط بحكم كنت أتابع يعني دراسة أكاديمية بحثية، تقرير في 1722، يعني تخيل يخرج لك تقرير لربان سفينة قادمة من المشرق، وهذا التقرير يقول لك عليه ملاحظات وكذا، وهذه الوثيقة لا تزال تحفظ، لأنه المخطوط الجمالية فيه ولا الإشكالية فيه أنه قد يقلب لك الحقائق موجودة الآن. نحن الآن مثلا تقديم الجزائر كدولة في سياق معين، تمام، وهذا السياق المعين من الذي قام بتصديره وإنشائه وتأسيسه والترويج له، يعني هذا قد يختلف عن الحقيقة التي يمكن الإنسان أن يصل إليها. بمعنى أن نحن كجزائريين دوما نسمع كلام زائد، بمعنى أن كأن لنا إشكال في الهوية أو في وجود العلماء أو في مساهمة الجزائريين في الرصيد العلمي على المستوى الإنساني. فالمخطوط هو الذي يعني يكشف هذه الحقائق من أن هذه الدولة وهذه البلاد، نعم، تمام، نعم، هذه البلاد لها من العلماء ومن من الكتب ومن المجالات العلمية الشيء الكثير. في قضية العزوف هو قد يكون سببه قلة المراكز العلمية التي تهتم بهذا المجال. في مركز يعني في دولة معينة في التسعينات جاء هنا الجزائر وغير الجزائر، قام بجرد وتصوير كثير من المخطوطات، نعم، تمام. وفي أيضا في الجزائر مجهودات شخصية لبعض يعني طلبة العلم أو بعض المهتمين بهذا المجال في جرد وتصوير ومسح كم هائل من المخطوطات، وجزاهم الله خيرا في أنهم وصلوا إلى مكتبات يعني ممكن لا نسمع بها، وقاموا بتصوير كثير من هذا من المخطوطات والجعل فهارس. أظن أنه حان الوقت لإيجاد يعني هيئة خاصة ومستقلة بالمخطوط، وهذه الهيئة الخاصة المستقلة تعمل على تكوين ناس محققين في ناس أكفاء في دراسة وتحقيق المخطوط، لأنه كما أن من الجناية على المخطوط هو تلك الآفات التي قد تصيبه من الحرق والرطوبة وإلى آخر السرقة، أيضا من الجناية على المخطوط أن كثير ربما فيه من الناس الذين يعكفون على تحقيق المخطوط وهم غير مؤهلين. وأنا لا أريد أن أذكر يعني بعض الدور الطباعة التي تطبع الكتاب كما هو،
وأحيانا نقف على كوارث في الطباعة، وهذه الكوارث قد تتعلق مثلا بتفسير القرآن الكريم أو بشرح الحديث النبوي الشريف. يأتي إنسان يقوم بالتحقيق، مستواه مثلا في اللغة ضعيف، مستواه في مثلا في المجال العلمي كالقراءات أو التفسير أو كذا، وفي الخطوط وكذا. تخيل يعني مثلا أنا كنت أقرأ تفسير ابن عرفة، وأنا أقول هذا السياق مستحيل يكون السياق بهذه الطريقة. فالآن عندنا الآن نحن ندخل في إشكالية أخرى، عندنا أزمتين. الأزمة الأولى كيف نتعامل مخطوط، لابد من توفير باحثين عن الكفاءة. والأزمة الثانية، هل الكتب المطبوعة الآن هي كتب يعني منقولة عن أصل صحيح في المخطوط؟ صحيح تمام، لأنه بعض الأخطاء على المستوى حتى الحروف يعني صعب يعني تفكها. هو مع الممارسة ممكن مع الممارسة. في الآن في بريطانيا وصلوا إلى التخزين عن طريق الزجاج. تخيلي الزجاج 10 سنتي على 10 سنتي، يخزن لك أكثر من 1,000,000 كتاب. تخيل التقنية هذه، يعني كل ما في المكتبة الوطنية والمكتبة الجزائرية ممكن يجمعون في 50 سنتي كلهم من الزجاج. نعم. التقنيات الأمور العلمية إن شاء الله ستصل هذه التقنيات إلى الجزائر. أستاذي خلف، نعم تفضل أستاذي فاضل. هو إحنا في الجمعية عندنا مشاريع مستقبلية. نعم، هذا هو النقطة التي كنت إيجاد معهد سمينا المعهد المعارف الجزائرية. نعم. كان التوجه الأول هو أن يكون معهد التاريخ، لاحظنا بأنه فيه نقص في هذا الجانب، يعني سواء أي واحد جزائري بغض النظر عن تخصصه في الجانب التاريخي عندنا قلة معرفة بالقضايا التاريخية لبلادنا. فقلنا مليح وليكون محو الأمية يا سيدي، على شكل محو الأمية في موضوع التاريخ عند إطاراتنا عند كذا. فقلنا ننشئ معهد، اتصلنا بمجموعة من الباحثين الأكاديميين، طرحوا لنا برنامج، ولولا هذا الكوفيد يعني نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا لكنا بدينا العمل. لكن الأستاذ عبد الرحمن اللي يتكلم وحتى الأستاذ هارون يعني كنا تناقشها في الموضوع هذا، ممكن جدا في المعهد يكون عندنا زاوية هي تدريب وتكوين الناس اللي يتجهوا إلى تحقيق المخطوطات. صحيح. لأن ممكن الرغبة موجودة خصوصا طلبة الدراسات العليا في الجامعات، فلما يجي يقترح مشروع ممكن يتعب باش يقبلوا له المشروع. لكن لو كانت تكون المخطوطات موجودة، وعفوا كان عنده قدرة على التعامل مع المخطوط، يروح يأخذ مخطوط يخرجوا لنا من التراث، يحافظوا لنا عليه، يحقوا. لعل العائق هو كش وسائل. فإحنا قلنا ممكن الآن ويتكلمون بانت لي أننا ممكن أن يكون عندنا جانب في تكوين وتدريب يعني للباحثين حتى يقدروا يتعاملوا مع هذه المخطوطات، وبالطريقة دي يكونوا خدمنا المخطوط من هذا الجانب، سهلنا عملية تحقيق التاو يعني. نعم، هذه المشاريع المستقبلية الجميلة. هذا يعني هذا مشروع عندنا، مشروع متعلق باختصار. نعم، عندنا مشروع متعلق بالآفات قبل الشباب. هو قبل ذلك أستاذ يعني نختم ربما في دقيقتين. نعم، عفوا يعني قبل ذلك يعني المخطوط ليس الغاية تحقيقها. لو تذهبي مثلا كتاب كشف الرموز في شرح العقائق والأعشاب لابن حمدوش الذي عده بعض الأوروبيين أنه آخر طبيب في الجزائر. نعم. هذا الكتاب يحتوي ثروة طبية هائلة في معرفة الأمراض والعلل والأسباب وكيفية العلاجات. وأيضا يعني فخر الجزائر حمدان خوجة لما ألف كتابه إتحاف المنصفين والأدباء في كيفية الاحتراز من الوباء الذي ألفه للسلطان محمود الثاني العثماني، هذا الكتاب يعني يعالج ظاهرة الأزمة الوبائية. لو تم استغلاله يعني المعارف التي ذكرها لا أمكننا أن نربح أشواط كثيرة في معالجة هذه الأزمة الوبائية. نعم، ولكن نعم، نعم، ولكن نعم. إن شاء الله ستصل اليوم هذه المعلومة. نعم. ويدون المشاهد هذه الكتب إن شاء موجودة الله. موجودة نعم موجودة. نعيد اسم الكتاب، كتاب إتحاف المنصفين الأدباء في كيفية الاحتراز من الوباء، وفيه جميل. دكتور جزائري له عناية بهذا الكتاب. نعم. لعلكم تستضيفونه يوما ما إن شاء الله. ويطلع عليه المشاهد ربما في أقل من دقيقة. المشاريع المستقبلية وأنتم تشتغلون على المعارف، وأهم هذه المعارف مصدر المعارف هي المخطوط. في دقيقة أستاذ مسعود يخلف. والله في الحقيقة الحديث عن الجمعية ومشاريعها ممكن إن شاء الله تكون عندنا معكم فرصة أخرى ونعرف إن شاء الله. سنزور الجمعية ستنقربها أكثر للمشاهدين. أهلا وسهلا ومرحبا. فيعني أكبر مشروع إحنا نشتغل عليه الآن هو هذا المشروع تاع معهد المعارف الجزائرية، يكون جهوي
الهدف منه هو تعميق الولاء للوطن، تحبيب الشباب في وطنهم، في ثورتهم، في تاريخهم، لأن الجمعية تهتم بكل ما هو جزائري، تعرف بشهداء الجزائر، بعلمائها، بآثارها، والمخطوط راح جزء من هذا الاهتمام. نعم، شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك. وربما المجهودات ظهرت في الملتقى الذي نظمتموه حول المخطوط. دكتور مسعود يخلف، استاذ جامعي ورئيس جمعيه المعارف الجزائريه، شكرا جزيلا لك على الحضور. كما اشكر كثيرا جزيلا الشكر الدكتور عبد الرحمن من يطو من جامعه البليده في الشريعه، استاذ مختص في الشريعه. هكذا استاذ، الله يسلمك. نعم، شكرا جزيلا لك. ان شاء الله نلتقي في قابل الايام لهكذا تمدون بحقائق جديده إن شاء الله حول المخطوط وحفظ المخطوط. نعم، في الجزائر. اما انتم مشاهدينا الافاضل ابقوا معنا لنواصل ما تبقى من عمري برنامج مفاتيح، ونواصل كذلك الحديث عن المخطوط في الجزائر، فلا تبتعدوا. المسك فاخ، المسك فاخ، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما في قلبي نشرت هواك. المسك فاخ، المسك فاخ، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور في قلبي نشرت هواك. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. إيه اللي زين أحوالي غير الغرام برسول الله. وأكون في الجنة من ضيوفك، طول عمري بتمنى أشوفك، وأكون في الجنة من ضيوفك. صبرت نفسي بحديثك، وأقول لابد في الليل أراك. المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما في قلبي نشرت هواك. يا رب تقرب وطمني، والوصل حظا مستني. يا رب تقرب وطمني، مصلح أفضل مستني. أنا من هوى والهوى مني، شوقا لقرب رسول الله. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما في قلبي نشرت هواك.
دائما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. نواصل معكم مشاهدينا الافاضل ونرحب بكل من التحق بنا اللحظه الى برنامج مفاتيح. نواصل الحديث عن المخطوط وواقع حفظ المخطوط اليوم في الجزائر وكيف يتم التحقيق مع هذه المخطوطات حتى يستفيد منها الباحثين وتحفظ الذاكره والهويه الوطنيه. ونواصل دائما الحديث كما ذكرت يلتحق معنا مباشرة أستاذنا الفاضل الأستاذ يحيى بوشابو الذي كان حاضرا في الملتقى المخطوط. أهلا ومرحبا أستاذ الفاضل. مرحبا أختي أميرة، حياكم الله ونحيي السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات الكرام. أهلا ومرحبا. إذا حضرتم فعاليات الملتقى حول المخطوطات، ربما تضعنا في صورة ماذا ربما الإشكالية الأساسية التي كانت حول المخطوط، الإشكالية التي الآن تلفت الانتباه حول موقع المخطوط اليوم في الجزائر. جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. بداية دعيني أتبرك ببعض آيات القرآن الكريم التي تدل على أهمية الكتابة والقلم والمخطوط. ففي كتاب الله تعالى أول آية أنزلت على سيدنا وحبيبنا رسول الله يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القلم أختي أمينة قيمته في حفظ العلم وفي نشر العلم. فالله تعالى في أول آية أرشدنا إلى أهمية القلم وأهمية الكتابة، بل أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى سميت بالقلم، سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم، هذا قسم، أقسم الله تعالى بالقلم. والقلم وما يسطرون، أي وما يكتبون. فما يكتب الإنسان وما يسطر له قيمة إذا كان ذا علم وإذا كان صاحب بحث. فإن هذه العلوم حينما يباركها الله سبحانه وتعالى ويخلص فيها أصحابها تبقى نافعة للأجيال عبر القرون. نحن الآن تعكس جهود يعني كبيرة وجبارة، جهود صبر يعني أن يكتب مخطوطات من كذا ورقة وعلم وجهد فكري وذهني وكل نعم. الحواس تشترك فيه أستاذ يحيى. تشترك فيه كل حواس فعلا، العقل والجسم ويتحمل فيه التعب والسهر. وبالمناسبة يعني ربما أول ما خط في الإسلام من الكتب هو القرآن الكريم. صحيح. ولا زلنا إلى الآن نقول المصحف بالرسم العثماني، وهو نسبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين الثالث الراشد. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون الوحي. وبعد ذلك يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبي بكر وعمر، عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصحف، يعني كان فيه جمع أول على عهد أبي بكر لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن كثير من الحفاظ استشهدوا في الفتوحات في غزوات الفتوح، وخشي أن يضيع القرآن بوفاة الذين يحملونه في صدورهم، فأرشد أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى جمع القرآن في كتاب مصحف جامع. فجمع القرآن على عهد أبي بكر في مصحف ونسخه الصحابة الكرام كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في خلافة عثمان جمعه على حرف واحد. فانظري أختي يامنة منذ 14 قرن والمصحف الكريم ابتدأ يخط باليد والقلم وينتشر في البلاد التي يفتحها الله تعالى على المسلمين، ودخل إلى هذه الديار في القرن الأول لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يخط باليد إلى أن جاء زمن الطباعة في العهد المتأخر منذ قرنين ولا قرنين ونيف، وبدأ يطبع المصحف بالمطابع. فهؤلاء الذين خطوا المصحف أول ما خطوه بأيديهم يبقى أجرهم لا ينقطع إلى يوم القيامة. ثم جاء من بعدهم العلماء الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نتكلم عن المخطوط كأهميته في حفظ مصادر توجيه هذه الأمة، يعني مصادر الشريعة لهذه الأمة، مصادر الدين اللي هي كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ف
ففي القرن الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 100 وفوتيح 100، أرشد خليفة المسلمين الخامس عمر بن عبد العزيز العلماء إلى جمع وتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تلك بداية تدوين سنة رسول الله، تدوين الحديث. فكان الحديث يحفظ في الصدور وينقل عبر طلبة العلم بالسماع، يسمعه الطالب عن شيخه فينقله ويرويه، وانتشر هكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءت 100 وبدأ التدوين، وكان من أوائل الذين دونوا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في موطئه الكريم الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتصوري هذا الكتاب الآن عنده 13 قرن، موطأ الإمام مالك، وهو منتشر في كل البلاد، في كل العالم الإسلامي، مخطوط. كان مخطوطا ثم طبع، يعني الآن هو مطبوع. فأتحدث أصله مخطوط طبعا، خطة باليد. أتحدث عن حفظه للدين وحفظه للسنة، وأتحدث عن الأجر الذي يناله منه صاحبه. ثم تتابع المؤلفون بعد ذلك في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الإمام أحمد إلى الإمام البخاري إلى الإمام مسلم، وهكذا في كل 100، يعني في كل طبقات هذه الأمة عبر 14 قرن وجدنا علماء في شتى المجالات. صحيح. بدأ التدوين في كتاب الله، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى العلوم الأخرى، يعني توزع أو توزع الكتاب والباحثون والمؤلفون في مختلف العلوم المتعلقة بالدين والمتعلقة بالكون بعد ذلك. نعم، وأنت تتحدث أستاذ يحيى أبو شابو الآن، يعني بدر إلى ذهني يجب أن نبين لهذا الجيل كيف يعني التعب الذي كان من هؤلاء العلماء أن يخطون هذه، وكيف كانت الظروف، لا كهرباء ولا يعني ولا أقلام يعني سهلة، وهكذا خطوا يعني مخطوطات يعني ثمينة جدا من حيث المعلومات ومن حيث الخط ومن حيث الكتابة. نعم. ونحن لا نقرأ، يعني لا يعني هذا هو للأسف الشديد. لما تقولي من حيث المشقة باش نعرفوا الهمة هؤلاء العلماء. صحيح. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يتيما وكان فقيرا، ولد بغزة ونشأ بمكة المكرمة، فكان ما عندوش باش يكتب، ما عندوش يعني أوراق يكتب فيها. لما يسمع الحديث يروى في الحرم المكي كان يسمع من شيخه، ف لا يجد ما يكتب عليه الحديث، فيذهب إلى المكتبة، يعني كتاب مكة، ويستوهبهم قصاصات الورق. هم لما يقطعوا الأوراق اللي يكتبوا فيها الرسائل في الديوان، يقطعوا الأوراق باش يكتبوا الرسائل، طير منها قصاصات صغيرة، تلك القصاصات كان يجمعها ويكتب عليها. فهاته همته، وهذا الذي دفعه إلى تقوية ذاكرته والحفظ. لما ما عندوش إمكانيات الكتابة كان يعتمد على الحفظ، فلهذا حفظ موطأ الإمام مالك في بضعة أيام وعرضه عليه سردا، حتى أنه في السجن وكتب، حتى في السجون. نعم، وعانوا المشقات، منهم من روى من رأسه وهو في جب بئر. لما تقول في السجن وهو في جب البئر، يعني حدث طلبته وكتب عنه كتابا كاملا في 16 مجلد في علم أصول الفقه. فهذه الأمة سخر الله تعالى لها علماء عبر كل الأجيال، يعني عبر كل الأجيال المتعاقبة على الأمة الإسلامية منذ أن أسسها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. في كل جيل موجود علماء لهم إنتاج علمي، إنتاج فكري. هذا الإنتاج العلمي ما كان ليصل إلينا لولا أنهم دونوه وكتبوه. فلما دون، لهذا انطلقت به تنويه بشأن القلم والتسطير والكتابة، فلما دونوه حفظ وتناقلته الأجيال، وهو الآن بين أيدينا، يعني محفوظا مصونا، نستطيع أن ننتفع بعلم عالم عاش قبلنا ب 12 قرن. نأخذ مثلا الإمام مالك اللي يعني عاش من عام 79 للهجرة إلى عام 180 للهجرة تقريبا، ف يعني عاش تقريبا في القرن الثاني للهجرة، 13 قرن من اللي مات الإمام مالك، ولازلنا ننتفع بعلمه. كذلك في هذه الديار المباركة ديار الجزائر، منذ أن دخل الإسلام إلى هذه الديار
والعلماء يتعاقبون فيها بحثا وكتابة وتأليفا وإنتاجا جيلا بعد جيل. وهذه هذه الثروات العلمية للأسف كثير منها لم يروج له، يعني بقي مخطوطا محفوظا في الخزائن، سواء خزائن خاصة أو الخزائن العامة. وهنا نحتاج إلى دور رائد في إخراج هذه المخطوطات إلى العلن، وتطبع بالطباعة المناسبة واللائقة بها في عصرنا هذا، وتكون بعد ذلك متاحة لطلبتنا. ولربما حتى الطباعة الإلكترونية الآن صارت تيسر على طلبة العلم اقتناء كثير من المؤلفات، صحيح. حيث يصعب عليهم ربما الحصول عليها ورقيا، أو لا يتمكنون من شرائها ورقيا، فيجدونها مسهلة ميسرة منشورة عبر شبكة النت. نعم، وفيه الكثير اليوم من الأساتذة والباحثين في الجامعات الجزائرية من يشتغلون على هذه المخطوطات، ويقومون بجمع هذه المخطوطات وتحقيقها وتقديمها للطلبة. معنا واحد منهم عبر الهاتف، الدكتور بالقاسم ضيف باحث في المخطوط من جامعة الجلفة، وأشرف على جمع 60,000 مخطوط. أهلا ومرحبا أستاذي الفاضل. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم، تفضلوا، بارك الله فيكم. اهلا ومرحبا، كيف كانت رحله جمع 60,000 مخطوط استاذ بالقاسم؟ والله رحلتنا لجمع المخطوطات كانت شاقه عبر غرب افريقيا والجزائر خاصه خزائنها، فقد جمعنا نعم. الكثير تصويرا، سواء النسخ الورقيه نعم. او الرقمنه او التصوير العادي، فكان الجمع ضخم جدا. ما من خزانه في الجزائر الا وفيها مئات المخطوطات أو عشرات المخطوطات أو مخطوط واحد، نعم. فيدل على أن الجزائر خزان كبير من المخطوطات، والجزائر شاسعة وواسعة، ورغم إمكانيات العبد الضعيف في جمع المخطوطات إلا أنه ما زالت كثير من المخطوطات لم تصور ولم ترقمن بعد. وفيه تسهيلات، فيه استعداد لأصحاب هذه المخطوطات الالتفات لهذا المشروع الذي نراه مهما جدا، لأن المخطوط له بعد استراتيجي من جانب الهوية، من جانب الرقعة الجغرافية، من جانب إثبات علماء الجزائر، وهو عمل أراه أنا مهم جدا، والله أعلم. نعم، أكيد مهم جدا، لا يختلف عليه اثنين. وكل ما يتعلق بالعلم وجمع ما كتبه العلماء هو شيء مقدس أستاذ بالقاسم ضيف، وهو أمانة وفائدة لنا أن نجمعه حتى نأخذ منه العلم من أصحابه. أستاذ نعم. طيب أستاذ بالقاسم نعم. وأنت في رحلة البحث اليوم، الكثير من المخطوطات للأسف الشديد في طي النسيان، هناك من توجد في رفوف المكتبات، وهناك كما ذكر أستاذ مسعود يخلف، هناك من توجد عند العائلات يحتفظون بها عند شيوخ الزوايا. طيب أنت في رحلة البحث، هل وجدت يعني استعداد من هؤلاء أو تسهيلات من هؤلاء؟ والله أولا وقبل كل شيء أود أن أقول كلمة مهمة جدا حول هذا التراث. نعم، ما كان لأمم الغرب أن تنهض وأن تتقدم إلا بعودتها الواعية نحو جذورها والبعث في عناصر القوة في تراثها، بل والاستفادة مما أنجزه غيرها من الأمم في شتى مجالات العلم، وليس أدل على ذلك مما تحفل به جامعات الغرب ومكتباته الكبرى، من مكتبة الأسكوليا في إسبانيا إلى مكتبة بوف الاتحاد السوفيتي، كلها مخطوطات عربية إسلامية. ولم يجد الاهتمام من باحثين إلا بعد أن قام المستشرقون مع تباين نواياهم بالكشف عن كنوزه المخبوءة، فكان لهم بذلك فضل في توجه رجال تحملوا مسؤولية نفض الغراب عن تراثنا. لكن في الجزائر والحمد لله نهض بعض العلماء قديما كمحمد بن أبي شنب ونور الدين عبد القادر، وبعده بعض الدكاترة كأبو القاسم سعد الله ورابح بنار وغيرهم من أساتذة المحققين، استطاعوا أن يخرجوا ثلة من التراث. ونحن الآن بإذن الله تعالى نقوم بتحقيق بعض الأمور المهمة نعم. من المخطوطات لعبد الرحمن الأخذري وعبد الكريم المغيلي وأبو زيد عبد الرحمن الثعالبي والمرازقة في تلمسان وعلماء بجاية نعم. في كتبهم وتراثهم، وحديث ولا حرج عن الخزائن، خزانة الطولقة وخزانة زاوية سيد أحمد زيس الحسين في ميناء وخزانة المحمودي في الغرب الجزائري، فيدل هذا على أن هذا التراث يجب أن نلتفت إليه وأن تجتمع الطاقات العلمية لتحقيقه
وبعثه من جديد. نعم جميل وطبعا. جدا لتحقيقه وبعثه من جديد. وأهم وأهم شيء في الموضوع كيف نقدم هذا المخطوط للجيل هذا الحالي أستاذي الفاضل أستاذ بالقاسم ضيف. أنت أكيد جمعت 60,000 مخطوط. الآن الإشكالية الموجودة أستاذ يحيى أبو شابو ربما يوافقني الرأي, هذا الجيل التائه الآن والذي لا يقرأ للأسف الشديد, يعني نسبة البقرائية في تناقص للأسف الشديد. كيف نقدم هذه المخطوطات لجيل اليوم أستاذ بالقاسم؟ أنت هذه المخطوطات جمعتها الآن, كيف تقديمها لهذا الجيل؟ والله أنا أرى أن لا توجد إلا الطريقة التكنولوجية التي أراها الآن, وهي أن نضع ما وضعه مثل الدكتور أحمد جعفر في بوابة الجزائر للمخطوطات, أن تكون هناك مواقع تهتم بهذه المخطوطات, ونحن على استعداد لتسليم هذه المادة الضخمة من المخطوطات. ماذا تنتظرون يعني؟ تحمل هذه المسؤولية سواء من المشرق العربي أو المغرب العربي, ونحن كباحثين في الجزائر العبد الضعيف إمكانيته ضعيفة في هذا الباب, لكن لو تكون هنالك مؤسسة مثل مخابر الجزائر أو جامعات الجزائر لتسليم هذه الذخيرة من المخطوطات ووضعها على مواقع لكي يستفيد منها طلبة الجامعة سواء في الدكتوراه أو الماجستير أو الليسانس, هذا أمر مهم والحمد لله. نعم ماذا تنتظر أن تبدأ في يعني وضع هذه المخطوطات عبر البوابات الإلكترونية أستاذ بالقاسم؟ والله ما عندي من مخطوط صورته في الجزائر, هو على مستوى بوابة المخطوطات ما أقامه الدكتور أحمد جعفري ما يعرف ببوابة المخطوطات الجزائرية, فقد أعطينا ما عندنا وزائد الإمكانيات الفردية عندما يراسلون أحد ويبعث أحد أو يقول أحد عن مخطوط أرسله له بهذه الطريقة. نعم شكرا بارك الله فيك أستاذ بالقاسم ضيف باحث في المخطوطات من جامعة الجلفة, ونبارك لك هذه الجهود في جمع 60,000 مخطوط, وإن شاء الله ستكون جهود أخرى في خدمة هذه المخطوطات التي تعكس عمق الهوية الوطنية وتحفظ تراث العلماء ومجهوداتهم. شكرا جزيلا لك إن شاء الله, سنلتقي في قابل الأيام. إذن أستاذ يحيى أبو شابو يعني شيء مشرف أن نرى هذه الجهود في جمع مجهودات العلماء وما أضافوه إلى حظيرة العلم سواء العلم الشرعي أو مختلف مشاريع العلوم الكونية. نعم ومختلف العلوم الكونية, وذكر أستاذ عبد الرحمن بليطو أنه فيه كتب ثمينة في مجال الطب يعني خاصة مع الوباء, قال لك يعني لو يستفاد من هذه المخطوطات تكون لها فائدة علمية يعني على العامة أستاذ يحيى. نعم سواء في الطب أو حتى في الرياضيات وفي المنطق وفي الحساب عندنا علماء كتبوا مثل الأخضري الذي ذكره الشيخ أبو القاسم ضيف مشكورا, كما كتب في الجانب الشرعي, كتب حتى في الجانب العلمي وفي جانب الرياضيات. الذي أريد أن أنبه إليه شبابنا أن علماء الجزائر متجذرون يعني سواء في علوم الشريعة أو غيرها, على الخصوص في علوم الشريعة يعني عندنا علماء ممتدين يعني يتوارثون العلم جيلا بعد جيل, سواء منذ عهد دخول الإسلام إلى هذه الديار المباركة يعني من المئة الأولى إلى القرن الذي نعيشه الآن, في كل جيل عندنا علماء. هؤلاء العلماء فقط هم يعني أغمروا في هذا التاريخ, لأن شبابنا ربما ما اطلعوش على التاريخ تاعهم وما بحثوش على العلماء تاع الأمة, فيرون ربما بأننا ما عدناش علماء متأصلين متجذرين في علوم الشريعة, وهذا فهم خاطئ تماما والظلم كبير لعلمائنا ولجهودهم لتاريخهم. ومن هنا تأتي أهمية إبراز المخطوط حتى يظهر هؤلاء العلماء ويظهر إنتاجهم وتراثهم, وهذا واحد من الأهداف التي من أجلها أنشئت جمعية المعارف الجزائرية التي نشكرها بالمناسبة على إقامة هذا الملتقى المتعلق بتخطوط بالمخطوط الجزائري, وجمعت هؤلاء الباحثين. جميل. نعم شيء ممتاز جدا, وأنا شخصيا حضرت الملتقى واستفدت منه كثيرا وازددت علما بما لم أكن أعرفه عن تاريخنا وتراثنا المعرفي والعلمي, وأن عندنا يعني كثير من الإنتاج الفكري والعلمي الذي يحتاج منا. نعم موجودة التوصيات يعني حبذا لو ذكرها الدكتور بسعود يخلف. نعم ذكر يعني بعض المشاريع المستقبلية فيما يخص المخطوط يعني. نعم فيعني أتمنى لو ينبري كثير من الشباب الآن ويبحثون ويجدون
في خدمة هذه المخطوطات، لأن المخطوط لا يخفى عليك أختي أنه يحتاج إلى خدمة. صحيح. يعني الآن لما تجي تلقى عندك مخطوط هو مجموعة ورقات مكتوبة بخط قديم، ويعني الورقة بالية وربما لا تستطيع قراءتها إلا بمشقة، فتحتاج إلى من يخدمها، معناها يحققها ثم يكتبها على الرقمنة ثم يطبعها حتى تخرج كتابا بهيجا أنيقا ميسورا للقراءة للشباب. فنحتاج من شبابنا أن ينبروا لهذا المجال اللي راه لم يأخذ حقه عند الباحثين وعند طلبة العلم. يعني النتيجة التي وصلت إليها من خلال هذا الملتقى أن هذا المجال راه محتاج إلى كثير من الشباب، محتاج إلى كثير من طلبة العلم الذين يتوجهون إلى التخصص في تحقيق المخطوط وجمع بل وخدمة. يعني الآن عندنا من الجمع، ما زلنا نجمع لكن اللي راه مجموع الآن فيه شيء الكثير، ولكنه يحتاج إلى الخدمة كما ذكر الأستاذ بالقاسم الضيف من قبل، حتى يصير في متناول طلبة العلم والباحثين. يحتاج إلى خدمة ويحتاج إلى تعاون مع مختلف الجهات أستاذ يحيى بوشابو، الجامعة، المدرسة، حتى المدرسة يجب المدرسة أن تشتغل وتقدم هذا المخطوط وتعلم أبنائنا ثقافة الإطلاع على المخطوط. يعني نعم، لابد المؤسسات الرسمية سواء التعليمية، التعليم الثانوي أو التعليم العالي، لابد أن يتوجه إلى الاهتمام بالمخطوط، لأن كما فيه حفظ لتراث علمائنا فيه حفظ لهوية أمتنا وأصالة الانتماء إلى هذه الأمة. وكنت طرحت في الملتقى فكرة أن نجمع موسوعة لعلماء الجزائر عبر الأجيال، يعني علماء كل 100 سنة في كل جيل نجمع مجموعة من العلماء. فالحمد لله يعني ذكرني أحد الأساتذة الحاضرين بأن يعني رئاسة الحكومة قد عهدت بهذا التوجيه إلى جامعة خروبة، وجامعة خروبة يعني هو الدكتور الهادي العقاب الذي أرشد إلى هذا، بأن رئاسة الحكومة قد عهدت إلى جامعة خروبة أن تجمع علماء الجزائر في موسوعة عبر طبقات، يعني علماء كل 100 سنة. جميل. باش يكون يعني يخرج عندنا موسوعة نتجمع فيها كل علماء الجزائر من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع العشر الهجري. أكيد، وهذا المشروع الضخم والمبارك أكيد يحتاج إلى المخطوط، يعني بدرجة يحتاج إلى مخطوط ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى إمكانيات، ولا يعز علينا ذلك إن شاء الله. إن شاء الله فيه علماء وفيه باحثين وفيه يعني إرادة للبحث عن العلماء وتاريخ العلماء في الجزائر، هذا البلد المبارك. ربما في كل ولاية في كل شبر تجد عالم أستاذ يحيى أبو شاوي. نعم، ما كانش ولاية ما فيهاش عالم. نعم أكيد. نعم. لا توجد ولاية ولا يوجد فيها عالم. أستاذي الفاضل أستاذ يحيى بوشابو، شكرا جزيلا لك على الحضور. أعانك الله سبحانه وتعالى في خدمة كتابه وفي خدمة العلماء وفي خدمة المخطوطات، ونبارك لك هذا الحضور، ونلتقي إن شاء الله في قابل الأيام. والشكر موصول كذلك للمشاهدين الأفاضل. شكرا مشاهدين الأفاضل على كل من شاهدنا واستمع وتابعنا وانتفع. ربما أهم نقطة نخرج منها في هذا البرنامج أن المخطوط هو شيء نفيس يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نقدمه للجيل ونستثمره ونقدمه للجيل القادم، نستثمره علما وتاريخا وثقافة. دمتم سالمين آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب صلى الله.